مع التعليم الحضوري، حيت التعليم الحضوري عنده فائده على الدار. شي الا مشى، الا كان الدري مشغول عقلو ماذا، ما غاديش واخا توفر ليه كاع البيسي وتوفر ليه هذا واش غتبقى حاضر انت ما تخدم ما والو، تبقى مقابلو اش كيدير موتا هي، ما غدير لا كوزينه، ما غدير حتى شي حاجه، تبقى مقابله. ها هو دابا ملي ها هو دابا شاد البيسي الوغ شويه مشات الكوزينه، ها هو عاوتاني مشى كيدير لو جو ولا شي حاجه. ماشي حضوري، انا مع التعليم حضوري. حضوري علاش حضوري؟ حضوري كيستافدوا حسن من ما كيقراوش مزيان عن البعد، قراو والو ما كيلعبوا ما كيدوش القرايه بحال الحضوري. حضوري كيستافدوا، كيكون داك الشيء بينه وبين التلميذ قريب، ماشي عن بعد. عن بعد يقدر مثلا الاستاذ يقول شي حاجه التلميذ ما يكونش متابع، شي حاجه اخرى غادي تلغي تلاهي على، ماشي بحال حضوري. عن بعد علاش؟ ايوا هادشي ديال هاد المرض وهادشي راه خطير هادشي، اللهم عن بعد. بنادم واخا غادي يزيد شويه ديال الانترنيت وهاد التخربيق اللهم هو، ولا نوليو في شي مرض ولا في شي موت ولا هادشي اللي كاين. ما التعليم عن بعد شويه حتى هو مزيان، ماشي ما مزيانش بالنسبه لينا حنا دابا في هاد الحجر وفي هاد هاد الجائحه هادي مزيان، ولكن كنتمناو من الله يحيد عنا هاد الوباء اخويا والتلامذ يرجعوا الدراسه ديالهم وكل شيء يدوز مزيان وعلى خير. حضوري في القسم لان كاينين شي ناس مساكن عن بعد ما فطاسهمش باش يقراو عن بعد. حضوري في القسم هادشي اللي كاين، ما كاينين شي ناس مساكن ما فحالهمش في الباديات وداك الشيء ما يقراوش عن بعد، وهاد العام اللي دوزو قرا عن بعد راه ما كاين لا قرايه لا والو.